انا عندي واحد المشكل، كنت بغيت نسجل البنت ديالي ولقيت المشكل ديالها بانه انا بغيت مؤسسه اللي كان اللي هي قريبه ليا، ومني جيت نشوف التسجيل ديالها لقيتها مؤسسه اخرى بعيده عليا بزاف، المسافه بعيده بزاف. انا ملي مشيت عند المسؤولين في الاداره كيقول لك اودي حنا ما عندنا ما نديرو لك، النيابه كتقول لك لا ممنوع انتقال المؤسسه المؤسسه. واش انا غادي نتبع هاد البنت العام كامل نبقى نديها ونجيبها نديها مع 10 نديها مع 11، ما نخدمش ما نساليش الخدمه ديالي ما نسالي المعاش ديالي؟ الا جينا نتبعوا هاد الهضره اللي قالوا هما بان ممنوع مؤسسه مؤسسه، اذا بلا ما يقراو احسن كاع ما يقراو كاع. الى هذا هو الاشكال، الاشكال لانه هما اللي خصهم يقادوا الاداره. ان احنا ملي البنت تشحات في الامتحان قبل ما تدوز الامتحان ديالها الموحد عطاهم ورقه قال لهم شوفوا واش المؤسسه اللي قريبه لكم. عمرنا مؤسسه كنلقاو ملي كنجيو في الدخول ديال الدراسه كنلقاو مؤسسه اخرى، علاش شنو الاشكال؟ ملي مشينا عند المدير كيقول لك كاين الاكتظاظ، شنو عندي على انا اش غادي ندير لك انا الاكتظاظ؟ انا يعني انا ديما كنقري ولادي تما نجي نشوف المسؤوليه. المسؤوليه ماشي ديالنا حنا، المسؤوليه ديال النيابه، المسؤوليه ديال المؤسسه، المسؤوليه ديال الاداره. عندنا المشاكل اللي مطروحه لي الان كابا وهو ايجاد مقعد. هو المقعد كاين ولكن حنا تنعرفوا انه غتكون دائما هذه البدايه ديال السنه تتكون واحد 10 ايام ولا 15 يوم ديال هذا مشى هنا هذا تحويل هنا، ولكن حنا الاسر تتعرفنا انه كاين اللي خدام كاين اللي عنده المشاكل ديالو ما غاديش يبقى كل يوم تيمشي للمؤسسه ويرجع لك. بغينا ان التلميذ ديالنا ملي تيهز الشهاده ديال الانتقال خصو يلقى المقعد وخصو يكون الاستقبال من طرف رؤساء المؤسسات. عرفنا انهم حتى هما تيقول لك راه قالوا لنا في النيابه داخل الجماعه ما يكونش وحتى نعطيوكم الايد، وحنا ما بغيناش اننا نمشي يكون واحد الازدحام داخل المديريات. بغينا يكون الحل ديال هاد الاباء يلقاو المقعد ديالهم في المؤسسه. هذا مشكل كبير اللي كنعيشوه الان وهو ديال عدم ديال هاد الانتقال الوافدين والمغادرون من المؤسسات. كيضيع الوقت كيضيع الزمن الدراسي. انا دابا ما يمكنش لي ننتقل ندي البنت لهذيك المؤسسه الا ما قديت لها الشغل ديالها، الا ما قديت لها المسائل ديالها تكون باش تجي المؤسسة الأخرى. إذا سير شهر ولا سير كيقول لك أنا راه في الاحتياط إذا كان بالاستطاعة غادي نحولها لك، ما كانش بالاستطاعة ما عندي ما ندير لك. وأنا هذيك المؤسسة بعيدة عليا بزاف، كاينة مسافة بعيدة. الجبل أنا ساكن حدا الكوميسارية وغنمشي نضرب حتى لبني بطوطة وأنا حدايا قادر الكبير، ما يمكنش. حنا المطلب ديالنا الله يجازيكم بخير من الإدارة والمؤسسة والمديرية الإقليمية يسهلوا علينا هذا المطلب ديالنا. اللي عنده مؤسسة قريبة يمشي لها، المؤسسة بعيدة عليه لما يتعذب ولا يتكرفص. وشكرا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.